نحكي عن أهمية الطفل، أهمية القراءة للطفل وأثارها النفسية والإيجابية. يمكن في مسؤولية كتير كبيرة اليوم من ضمن الظروف الكتابة للطفل، قديش فينا نتناول فكره، قديش فينا فعليا نحفز مخيلته. رح نحكي عن أهمية القراءة لدى الأطفال مع الكاتبة سميرة شكر، الكاتبة المختصة بشؤون الأطفال. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. خبرينا اليوم عن أهمية وجود كتابة متخصصة للطفل، يعني بظل أنه هلأ كتير ممكن يشوف جمل كتير كبيرة يصعب عليه إذا كان مبتدئ بالقراءة، بده يقعد يهجئ أو كذا، أو يعني كلمات صعبة عليه. خبرينا عن أهمية وجود كتابة متخصصة لإله. طبعاً هذا الشيء كتير مهم، خصوصاً هلأ نحن بعصر ما عادت الأسرة أو المدرسة بس هي المبرمج لعقل الطفل. صار في كتير عوامل خارجية، صار في تكنولوجيا، صار في الموبايل، صار في الإنترنت، فكتير ضروري يكون في شيء مختص للأطفال لحتى يرغب شوي يقرأ. ممكن يكون الكتابة بسيطة جدا، لأنه نحن مثل ما قلت انا عصر صعب، فما فيني انا اجبره على القراءه. صحيح. ما فيني انا اجيب له كتاب ناشف، ما في رسومات، ما في لفت بصري. ما في لفت بصري وكلماته صعبه. الكتابه المختصه للاطفال هي مثل خلينا نسميها سهل الممتنع. نحن صعب نكتب جملتين او ثلاثه بالكثير، بالذات للاعمار الصغيره من 3 لـ5 سنين، بس نحن بدنا نبحث على نحط حالنا بدل الطفل. صحيح. ونبحث على الكلمات اللي بتناسبه وعلى المواضيع اللي بيهتم فيها. هذا اللي بيسألك عنه. لما نحط حالنا مكان الطفل كتير في مسؤولية اليوم. تمام. كتابة للطفل، لا فينا نقول نحن بنعرف قديش القراءة هي بتحفز الطفل، فيها تثقيف هائل للطفل، تحفيز مخيلته، خصوصا لما عم نحكي معك لأعمار عم تقولي صغيرة من 3 لـ5 سنوات. هلأ عم تكتبي، هاي العمر الحساس عند الطفل، بنعرف قديش الطفل هو طفل بصري سمعي. بدك تشتغلي على عدة عوامل. العالم اليوم اختلف، نحن كنا نحكي يعني امهاتنا يحكوا لنا قصه ننبهر فيها، اليوم في عوامل مبهره غير القراءه، يعني كل العوامل، في عوامل عم نحكي عن الشاشات الذكيه، التكنولوجيا مختلفه تماما. كيف فيني انا اسرق هيدا الطفل من هيدا العالم ورجعه للعالم الاساسي من خلال الكتابه؟ هون في مسؤوليه كثير 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 كبيره عليك اليوم من خلال كتابتك للاطفال. تمام. هلا انا ما فيني امنعه من عن تماما عن الموبايل او عن التكنولوجيا او عن هي الشغلات اللي هلا عم يرغب فيها. بالعكس بحاول اوصل له الكتاب معه. بحاول. هلا انا مو بس المسؤوليه علي، انا المسؤوليه علي اني لاقي له شيء يهمه، موضوع يهمه، او رسمه تلفت نظره، او بكتابه بسيطه مثل ما حكيت من قبل. بدي الاهل يساعدوني يعملوا نشاطات للقراءه. يعني انا ما بدي اجيب اعطي الكتاب له، انا عملت الكتاب، ما بدي اعطيه للام تقول له يلا تعال نقرا. لا، طب شو رايك نعمل مسابقه، شو رايك انا اقرا لك هالقصه بعدين اسالك شو استفدت من القصه. او تعال نشوف انا اليوم مثلا انا جايبه قصه نشوفهم على هلا. اول شيء شكلها كثير ملفت، كثير كبيره، في الوان بالنسبه لي انا بحسها شاشه، يعني بيعتبرها بدل موبايل او بدل كمبيوتر او بدل. خليني اقرا لك مثلا شو رايك نعيش اليوم مع الفيل تبعنا، شو عم يعمل اليوم، شو عم يساوي هذا الاعمار الصغير. خليه يتخيل معي، خليني انا اعمل نشاطات ترغبه بالقراءه، تبعده شوي عن الموبايل. هو في لفت، يعني انت عملتي يمكن عده عوامل اجتمعت بالقصه، لما نحكي عن الوان ملفته، رسمات ملفته، وشخصيات محببه للاطفال لجذب الطفل اليوم. هلا بالنسبه لهذا العمر اكثر الشخصيات اللي بتلفته هي الحيوانات. الحيوانات اللطيفه، ما بدي الحيوانات المفترسه، الحيوانات اللطيفه، الفيل، الضفدع، الارنب، هدول الحيوانات كثير بتلفت نظره وكثير بيسال عنها بهذا العمر. اليوم كثير من الاطفال بنلاقيهم انه اكثر شيء استخدامهم للموبايل، للاجهزه الذكيه، للتاب، على الكمبيوتر. يعني شو في عندنا نحن عوامل اليوم بتجذب الطفل اكثر من هي الاجهزه المستخدمه؟ هلا نحن من جديد حاولنا ككتاب نربط الموبايل بالكتاب. في عنا الكتب الالكترونيه، وفي عنا كتب مرافقه لها كيو ار صوتي، يعني بنصور الكيو ار وبيطلع عنا الملف الصوتي او الملف فيديو
يعني هيك بيكون استفاد من الكتاب واستفاد من الموبايل. يعني استخدمنا الموبايل بشكل مفيد للطفل. صحيح. طبعا بدون ما نسبب اي اذى للعين. لا طبعا. من خلال الاضاءه والشاشة. لا طبعا. هلا احنا كثير عم نعتمد على الصوت اكثر من الصوره. صحيح. خلينا نفوت بمنشوراتك الادبيه للاطفال. خلينا نحكي مثلا مثل هيك قصه. عم نحكي عن الفيل النظيف، وقلتي خلال بدايه حديثك بلشتي مع الاطفال مثلا للحيوانات الاليفه اللي كثير بحبوها. هون خلينا نحكي عن هي القصة، كيف خطرت ببالك؟ شو الرسالة؟ يعني لما نقول رسالة ثقيلة، شو حابة توصلي للطفل من خلالها؟ موضوع مهم الأهالي اليوم كانوا نقول سابقا من خلال القصص يوصلونا بعض القصص اللي بعيدا عن المباشرة، انه انا مثلا كيف فيني اكون شاطرة، كيف فيني لما كنت صغيرة مثلا اسمع الكلام، هدول القصص البسيطة للطفل. تمام. لهيك انا حاولت اوصل لهم الرسالة عن طريق شخصيات هن بحبوها، مثل ما قلت هن بحبوا الحيوانات، بس انا ما حطيت لهم ولد شوف هذا الولد ما كان نظيف وهذا الولد انأذى لانه ما كان نظيف، لا هو بده يحس انه حط حاله بدل الولد. اما هي القصه اللي احنا مسقطينها على الفيل مثلا ما راح يحس انه القصه موجهه له، بس هو تعلم عبره بسيطه. هي لاي عمر؟ هي من مثل ما قلت من 3 إلى 5 سنوات. في ضمن الكتاب، هو كتاب كبير بس كمان مفعوله كبير، بس في جمل جواته حول نرجيها للمشاهدين. هاي قصة تانية مختلفة عن الفيل. هاي شو القصة؟ هي عن النشاط، عن حب المدرسة، عن تنوع الغذاء الصحي للطفل. شكرا. هي سلسلة كتاب الكبير عبارة عن 10 عناوين كلها مرتبطة بالحيوانات. شكرا لك، لانه كثير عم تفكري بالطفل، وعن جد شغلات كثير مفيدة انه بتلهي عن اليوم عن جد كثير الموبايل عم يسبب حتى امراض صداع عيون، يعني حتى هاد افيد بكثير. شكرا كثير لك الكاتبة المتخصصة بادب الطفل سميرة شكر، نورتي صباحنا واهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. اكيد بدنا نتمنى لك التوفيق، ومثل ما قلتي عالم الطفل غني جدا اليوم، لكن عم نحاول خلال بعض القصص والكتابات نوصل المبادئ الأساسية والقيم الأخلاقية لكل الطفل. شكرا كثير لك.